وقد يستدل في عدم الترتيب بحديث الربيع الأنصاري النجارية، وهي من صغار الصحابة وكانت تغزو أحيانا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها كانت من المبايعات بيعة الشجرة، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم غسل وجهه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث. وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب، وقد انفرد به واضطرب في متنه، مع أن بقية رجاله ثقات. وإن كان الألباني يرى أنه حسن الحديث، لكن الذي يظهر أنه ضعيف، ولو قيل بقبول حديثه وأنه حسن الحديث، فإن في هذا المتن نكارة. وذكر في الحديث أن مسح الرأس قال مرتين مقبلا ومدبرا، ومعلوم أن مسح الرأس إنما هو مرة واحدة، وما عداها فهي أحاديث شاذة.